لنقاش وتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من فيينا زياد سنجري، الصحفي والإعلامي. أهلا بكم سيد زياد. ما هي آخر ملابسات هذه الفاجعة في الموصل؟ نعم، مساء الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الرافدين الفضائية. أود أن أصحح أولا بأن العبارة أو الدوبة هي ليست في جولة في نهر دجلة، وإنما هي وسيلة عبور من ضفة الجانب الأيسر إلى الجزيرة التي تقع في نهر دجلة، وفي مسار واحد وثابت. تم إبلاغ المستثمر صاحب الجزيرة السياحية وشركائه بأن المناسيب المياه مرتفعة وبأن الأمطار غزيرة، وعليه أن يتوقف بنقل المواطنين، علما بأن هذه الدوبة أو العبارة تسع إلى 50 إلى 75 شخص فقط، وكان على متنها أكثر من 250 شخص، يعني 3 أو 4 أضعاف العدد. لماذا لم يتم الالتزام بالمعايير، معايير الأمن والسلامة إذن؟ هناك نقاط رئيسية لم تحصل، من ضمنها وجود قوارب إنقاذ مرافقة للعبارة، وجود سترات نجاة. المستثمر تحت الضغط، وأنا أعلنها عبر قناة الرافدين الفضائية، المستثمر تحت الضغط لأن شركائه هم فصيل عصائب أهل الحق في مدينة الموصل، من يتحمل دماء العراقيين ومن يتحمل. سيد زياد، لو توضح لنا بشكل مباشر، هل هذا المستثمر يمثل جهة حكومية أم أن هذه الجهة هي أهلية والمستثمر يمثل جهات خاصة؟ المستثمر في مدينة الموصل اسمه عبيد الحديدي، وشركائه أهل العصائب، عصائب أهل الحق بقيادة قيس الخزعلي. دماء الأطفال والنساء الذين غرقوا اليوم برقبة قيس الخزعلي الذي يضغط من أجل المادة وشريك في كل مشروع تجاري في مدينة الموصل. الميليشيات هي حلقة الفساد الأقوى في مدينة الموصل اليوم، والجزيرة السياحية إحدى مكاتب هذه الاقتصادية لتلك الفصائل. وأنا مسؤول عن كلامي لأنه كنت في اتصال مباشر مع أحد أعضاء لجنة تقصي الحقائق قبل قليل، وأكد لي بأنهم ثبتوا هذا الأمر في تقرير رسمي بعثة لرئيس الوزراء وللبرلمان العراقي، بأن فصيل العصائب أهل الحق هو شريك ومباشر للمستثمر عبيد الحديدي صاحب الجزيرة السياحية، والذين يتحملون غرق هؤلاء الأطفال والنساء. بالعودة لأعداد الضحايا التي تجاوزت، أو آخر حصيلة كانت 66 شخص من القتلى، هل تتوقعون ارتفاع عدد الضحايا باعتبار أشرتم أنها كانت تحوي أكثر من 200 شخص؟ نعم، بكل تأكيد هناك أعداد أخرى مفقودين، وهنا نتحدث عن نهر دجلة الذي ارتفعت مناسيبه. هناك أطفال لا يستطيعون السباحة، هناك نساء لا يستطيعون السباحة، الجو غير ملائم للسباحة. نعتقد بأن الحصيلة سترتفع، علما أن هناك أكثر من 28 مفقود آخرين لربما في الجانب الآخر من النهر، أو لربما أجرفتهم المياه لأنها قوية جدا. هل لديكم تفاصيل عن ما أشرتم إليه في بداية هذا اللقاء عن ارتفاع منسوب مياه النهر، نهر دجلة؟ نعم، بكل عمق المياه أقصد؟ في هذه المنطقة تحديدا، وأنا أعرفها جيدا لأنه عبرت بهذه العبارة نفسه عشرات المرات وأنا ابن مدينة الموصل. نعم. وأؤكد لكم بأن هذه المنطقة هي عميقة نسبيا، وهناك جزرة في وسط نهر دجلة، تقوم هذه العبارة بعبور المواطنين من الضفة اليسرى إلى الجزرة تحديدا، وليس إلى الجهة الأخرى من النهر، الجهة اليمنى من النهر، من الجانب الأيسر شرق الموصل إلى الجزرة الوسطية. هذه الجزرة هي عبارة عن جزرة كبيرة في مدينة الموصل تم استغلالها واستثمارها عبر شراكة بين أحد الأشخاص وبين فصائل، وتم إعادة بنائها بعد دخول القوات العراقية وترميمها. وهنا هناك خلل كبير جدا في هذه الدوبة أو العبارة، كونها لا تحمل أي مستلزمات الأمان ولا تحمل سترات
النجاه ولم تكن تحمل هناك قوارب صغيره في حال حدوث اي حادث مثل ما حدث اليوم. مدير صحه بينه سيد زياد، نشرت الكثير من صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صور للأطفال الذين تم إنقاذهم من الغرق بحثا عن ذويهم. كذلك رأينا الكثير من النداءات في مواقع التواصل الاجتماعي للناس الذين يعرفون السباحة لإنقاذ الضحايا. لماذا هذا الغياب الحكومي؟ وهل لديكم معلومات من مصادركم؟ هل حضر مسؤولين لمكان الحادث للوقوف على هذه المأساة الإنسانية؟ لحد هذه اللحظة لم يحضر أي مسؤول حكومي مهما كان إلى موقع الحادث. ما يحدث الآن في مدينة الموصل هو هبة أبناء وشباب مدينة الموصل من الذين يجيدون السباحة. هناك نداء إلى القرى التي تقع جنوب مدينة الموصل لكي يتم انتشال الجثث التي لم يتم انتشاله لحد الآن والتي غرقت في عمق كبير تحت المياه. هناك مبادرات شخصية من قبل مواطنين، الدفاع المدني إمكانياته شبه معدومة. لحد الآن الدفاع المدني لم يستطع انتشال الجثث في الجانب الأيمن، وبعد انتهاء المعارك لمدة سنتين قبل الآن، والآن تريدون أن ينتشل جثث غرقت اليوم. نعتقد بأن الحكومة المحلية والحكومة المركزية هناك تقصير كبير. لا أحد يستطيع محاسبة المستثمر كونه شريك لأهم فصيل فصيل مسلح وخطير في مدينة الموصل وهو عصائب أهل الحق. وهذا ما أثبته وأكده لنا عدة شخصيات سياسية في مدينة الموصل وأعضاء البرلمان العراقي بأن هذا المستثمر لا يستطيع أحد أن يحاسبه كونه يحتمي بتلك الجهات المسلحة في المدينة. سنتابع هذا الموضوع. عموما أشكرك على كل المعلومات التي زودتنا بها الإعلامي والصحفي زياد سنجري، كنت معنا عبر الهاتف.